بسم الله الرحمن الرحيم. محاضرتنا لهذا اليوم العلاقات بين الجداول في برنامج الأكسس. تعريف العلاقات هي عبارة عن رابط أو أكثر بين جدولين أو أكثر لحقلين من نفس النوع ونفس البيانات. الفائدة من إنشاء العلاقات هو جعل الجداول كجدول واحد بعد الربط. 2- تحقيق تكامل حقيقي بين بيانات الجداول. ايش اقصد بربط الجداول؟ هو انشاء علاقة ارتباط بين جدولين او اكثر. بعدين قمنا بانشاء قاعدة بيانات مثل ما وضحنا بالمحاضرات السابقة. تحتوي قاعدة البيانات على مجموعة من الحقول، مجموعة من الجداول. كل جدول يحتوي على مجموعة من الحقول، بحيث يكون الجدول الاول احدد جدول رئيسي، والجدول الثاني راح يكون جدول ارتباط، وأحدد نوع البيانات المشتركة بين الجدولين. إذن هاي يقودنا إلى وجود ثلاثة أنواع من العلاقات. العلاقة الأولى هي علاقة ارتباط رأس برأس، واحد مقابل واحد، one to one، وعلاقة ارتباط رأس بأطراف، واحد مقابل متعدد، one to many، وعلاقة ارتباط أطراف بأطراف، متعدد مقابل متعدد، many to many. من شروط إنشاء العلاقة بين الجدولين أن نتأكد أن كل الجدولين المراد إنشاء علاقة بينهما يشتملون على حقل أو حقول متشابهة في كل شيء. يجب أن نعرف مثل ما شرحت من يكون الجدول الرئيسي ومن يكون الجدول التابع المرتبط، بحيث يشتمل الجدول التابع على حقل، يعني لابد أن يتطابق مع حقل المفتاح الأساسي. يعني أحدد الجدول الرئيسي واختار المفتاح أساسي بحيث يطابق معلومات الجدول المرتبط وبنفس مواصفات حق المفتاح الأساسي، ودائما نختار رقم أو ترقيم التلقائي. يقوم البرنامج بتحديد نوع العلاقة وفقا لخصائص الحقول المستخدمة. لإنشاء العلاقة بين الجداول نفتح نافذة قاعدة البيانات ونختار الأمر علاقات من قائمة الأدوات. إذن من قائمة أدوات أختار علاقات، أو أنقر زر العلاقات من شريط الأدوات فتظهر نافذة العلاقة. إذا راح أشتغل أول علاقة هي علاقة رأس بطرف، one to many. لاحظ مثل عندنا قاعدة بيانات تم إنشاءها سابقا تحتوي على جدول الطلاب، والجدول الثاني يحتوي على جدول المواد، أو علاقة بين جدول الطلاب والمدرسين، أو أقدر أنشئ علاقة ما بين جدول المواد والمدرسين، بحيث كل مدرس باستطاعته أن يدرس أكثر من مادة. إذا راح أحدد جدول رئيسي أو جدول المدرسين وأختار لمفتاح أساسي، والجدول التابع له راح يكون جدول المواد. إذا راح أحدد مفتاح الأساسي بالجدول الرئيسي، وما أحتاج إلى مفتاح أساسي في الجدول الثاني حتى تتكون لنا علاقة رأس بأطراف. إذا عرفنا علاقة رأس بأطراف، إن أحدد الجدول الرئيسي وهو جدول المدرسين وأختار لمفتاح أساسي، أما الجدول الثاني فما يحتاج إلى مفتاح أساسي. علاقة رأس برأس، هنا هاي العلاقة أحتاج بها مفتاح أساسي في كلا الجدولين، جدول الرئيسي وجدول الارتباط. مثل علاقة جدول الطلاب بالمواد أو بالدرجات، لكل طالب إلى درجة واحدة في كل مادة. إذا راح يكون مفتاح أساسي عندنا بالجدول الأول هو جدول الطلاب، يشتمله مجموعة من الحقول الخاصة بالطلاب، وأختار أيضا مفتاح أساسي في جدول الدرجات. العلاقة الثالثة هي علاقة أطراف بأطراف، هاي يحتاج إلى ثلاثة جداول. يعني عندي جدولين وأحتاج إلى جدول ثالث يسمى جدول الوسط. راح يقسم العلاقة أطراف بأطراف إلى علاقتين، راح تكون علاقة رأس بأطراف، يعني يرتبط الجدول الأول بالجدول الثاني برأس بأطراف. راح تكون العلاقات هي علاقة رأس بأطراف، وتكون نفس البيانات الموجودة في كل الجداول. إذن شروط عمل العلاقة أن تنطلق من مفتاح أساسي. 2-
أن تكون بين حقلين من نفس النوع والبيانات مثل ما ذكرنا، أن تحقق فرض التكامل المرجعي وهو منع السجلات الوحيدة والحفاظ على المراجع بحيث تكون مزامنة وما يحدث الموقف اعتراض المرة أخرى، أن تكون منطقية تؤدي الغرض منها. إنشاء علاقة جداول، يمكن إنشاء علاقة جداول باستخدام إطار مثل ما ذكرنا نختار علاقات، أو عن طريق سحب حقل إلى الورقة إلى ورقة البيانات من جزء قائمة الحقول عندما تنشأ علاقة بين الجداول. مثل ما تلاحظ هنا جدول المواد جدول المدرسين، هنا عندنا مفتاح أساسي بكود المادة، فهنا بالسحب إلى كود المادة لجدول المدرسين، فهنا عندنا أنشأت مثل ما تلاحظ علاقة. لحدث هذه العلاقات أضغط على هذا المكان، كليك أيمن وأختار ديليت أو إزال. هاي هنا مثل ما تلاحظ حالة تحريرنا للعلاقات، أختار تحرير علاقات، وفي حالة عندنا الحذف أضع المؤشر في هذا المكان وأضغط كليك وأختار حذف. إلى هنا انتهت محاضرتنا لهذا اليوم.